ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة، تستعرضها لنا ولحضراتكم فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الديب، شكرا ليلى عمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية خلال فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار، وبلغ الاحتياطي النقدي نحو 34 مليارا و352 مليون دولار مقابل 34 مليارا و224 مليون دولار خلال يناير الماضي. أعلنت هيئة قناة السويس نجاح تعويم سفينة الحاوية الجانحة واستئناف عبورها في القناة مرة أخرى، ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس، مشيرا في بيان صادر على الهيئة إلى أن جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال عبرت القناة بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب. وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة تم الدفع على الفور بأربع قطرات لتعويم السفينة. كما أكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة. استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا رفيع المستوى من مقاطعة جيتيانغ الصينية إحدى أكبر المناطق الصناعية في الصين. ناقش الجانبان التنسيق بشأن توافر حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العاملة بمقاطعة جيتيانغ للعمل داخل المنطقة الاقتصادية واستقطاب كيانات كبرى تعمل في صناعات متنوعة. في منطقة الخليج وصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي مدعومة بزيادة الأرباح وسط تفاؤل للقطاعات غير النفطية. صعد المؤشر السعودي بنسبة 1.3% بعد تسجيل قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة أعلى مستوى في ثماني سنوات في فبراير، كما صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 59%، وارتفع مؤشر بورصة عمان بنسبة 6%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرهام وليلى لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.